رهيبة فؤاد من هناك، طبعا مسؤولة ترصد الأمراض غير السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة. من جديد أعود إليك دكتورة هبة، كنا نتحدث عن شعار هذه السنة وعن لماذا اختارت منظمة الصحة العالمية هذا الشعار. أشكرك جزيلا. في الأول أحب أوضح أن اليوم العالمي لمكافحة التدخين أو مكافحة الطبق بصورة عامة هو يوم تحتفل به منظمة الصحة العالمية منذ عشرات السنين، يعني هذا ليس بالجديد، ولكن الجديد السنة دي هو اختلاف الموضوع، وده يتمشى مع الأهداف التنمية المستدامة أو الـ SDG لسنة 2030 وكيفية الوصول للهدف الصحة الخاص بالأهداف التنمية، وهي خفض مستوى الوفيات بالنسبة للأمراض الغير سارية بنسبة 30%. وحتى يتم ده لابد من أن احنا نخفض كل عوامل الخطورة التي بتؤدي إلى هذه الأمراض والوفيات المبكرة الناتجة عنها. والطبق يعد من أهم عوامل الخطورة، والسنة دي الحقيقة احنا وحطينا وسلطنا الضوء على التنمية والتبغ وما هي العلاقة بين الموضوعين. في الحقيقة التبغ له أهداف كثيرة. احنا طيب دكتورة، لكن دكتورة هبة فقط للتنويه، يعني ليس فقط التدخين والسجائر تدخينها هو من يؤثر فقط على البشرية وعلى الصحة، بل أيضا زراعة التبغ. طبعا يؤثر على البيئة، يؤثر على الأرض وعلى المحاصيل الزراعية. فطبعا بنقول ان المحاصيل بتبقى صعب جدا ان احنا نعمل الدوره الزراعيه الطبيعيه التي ممكن انها نقول فيها بيئه صالحه، زراعه صحيه بدون كيماويات، بدون افات، بدون اي عوامل كيماويه تضر بالبيئه وتضر بالانسان، وخاصه بالمزارعين والاطفال الذين بيتعرضون دايما لهذه المواد الخطره من النساء والاطفال. فالتبغ ليس فقط في استنشاقه كدخان او استخدامه كمنتج ممكن نعم يستخدم، ولكنه اصلا بالعاملين فيه. نعم دكتوره، دي حاجه. تفضل. اعتذر المقاطعه نظرا لضيق الوقت، واشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا دكتوره هبه فؤاد، مسؤوله المساحات والترصد للامراض غير الساريه في المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في القاهره، كنت معنا عبر الهاتف من هناك.